طبعا لو انتوا كتبتوا على اليوتيوب كمال اجسام بدون منشطات او على جوجل هيطلع لكم حاجات فيك كتير، هتلاقي ابطال مستر اولمبيا ظاهرين لكم، هتلاقي لعيبه كبيره قوي ظاهره برضه بيقولوا ان هم ناتشرال. طبعا الكلام حلقتنا النهاردة هيتكلم عن كمال أجسام بدون منشطات، وإيه هي حقيقة كمال أجسام بدون منشطات، وهل في فعلا لعيبة بدون منشطات؟ طب هل ليهم اتحاد وليهم مسابقات زي كمال أجسام اللي هي باستخدام الاسترويدز المنشطات؟ طبعا ده موجود. طبعا عارفين الفرق بين كيفن ليفرون اللي موجود قدامنا على الشاشة في قبل بعد ما ساب المنشطات وبعد ما كان بياخد المنشطات. طبعا في فرق شاسع في الصوره زي ما احنا شايفين، طبيعه الجسم من ناحيه الضخامه ومن ناحيه الكونديشننج التنشيف مختلف طبعا. تمام، لو احنا جينا نتكلم عن الناتشرال بودي بيلدينج، هو فعلا طبعا في كمال اجسام بدون منشطات وليهم اتحاد وليهم ماتشات بيلعبوها وليهم تحكيمهم الخاص. بنلاقي الفرق بينهم وبين اللعبة التانية زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديوهاتنا، الكونديشننج بيبقى شوية مش عالي نفس الحفريات بعمق، والضخامة العضلية بتكون موجودة، بيكون بالشكل ده كده المسابقات، وليهم ماتشات وميداليات وجوائز بتاعتهم، وهو بيوصلوا برضو لمستويات جميلة جدا. IMBA ده اتحاد في استراليا للناتورال بودي بيلدينج. طبعا ما ننساش دكتور ريان نورتن اللي هي الصورة اللي قدامنا دوت، من اشهر لعيبة الناتورال بودي بيلدينج. لعيب طبعا محترف جدا وعامل دكتوراه وابحاث كتير اوي، اللي يخش عايز يتابعه برضو يقدر يستفيد من معلومات كتير بيقولها على الموضوع. وبرضو اللعيبه اللي هي الناتشرال اللي بره دي، عشان اكون صريح معاكم، ما بتعتمدش 100% على الاكل بس، يعني برضو عشان نكون منصفين، في سبلمنت بتستخدم ومكملات غذائيه وحاجات زي الكرياتين وغيره من المكملات، طبعا بالاضافه لامكانيه الايه صريف الاكل العادي. بنلاقي طبعا الضخامه العضليه بتفتقد، انه عشان يوصل للشريدد للديفينيشن اللي احنا شايفينه ده، بتكون الضخامه العضليه قليله شويه. هتلاقي لعيبه كبيره قوي ظاهره برضو بيقولوا ان هم ناتشرال، طبعا الكلام ده غلط، وده اللي بيدي اكتر احباط للناس اللي هي عايزه تلعب الجيم. يقول لك يا عمري ما هبقى زي ده، يا جماعه قول ديت ان ناتشرال يعني غير طبيعي. الناس بتستخدم استرويدز منشطات وهرمونات بناءه بتساعد على الضخامه العضليه وابراز الديفينيشن الموجود قدامكم. حلقتنا اتمنى يكون موضوع الحلقه عجبكم، استنونا في حلقات تانية اجمل واحلى على قناه كمال اجسام بدون منشطات.